إلى ميدان الرياضة يدفع بالخلافات السياسية في واحدة من فصول الحصار على قطر وتداعياته. تحارب قنوات بي أن سبورت ويمنع مراسلوها من تغطية لقاءات تمتلك القناة حقوق بثها الحصرية. تصفيات مونديال روسيا الآسيوية كانت فرصة لأولئك المتربصين بكل ما هو قطري ليحاربوه. حادثتان رافقتا مباراتي المنتخبين السعودي والإماراتي في وجه بعيد عن المبادئ الرياضية السامية والقوانين الناظمة لها. رضى مفاد بين سبورت إلى جدة حسن الهاشمي لمضايقات أثناء تأديته لعمله قبل مباراة السعودية واليابان. منتخب السعودية الذي لعب ضد نظيره الياباني في جدة منعت قنوات بي أن سبورت من تغطية المؤتمرات الصحفية للمباراة، كما منع مراسلها من دخول المدرجات وإن كان بصفته مشجعا عربيا. فيصل الطويهر وهو المنسق الإعلامي بالنسبة للمدينة الرياضية قال لي طبعا لوجو بي أن سبورت لا يمكن أن يظهر في استاد مدينة الملك عبد الله. في مؤتمر المنتخب الإماراتي قبيل لقائه مع نظيره العراقي في العاصمة الأردنية عمان، حاول المنسق الإعلامي الإماراتي إزاحة لوجو قناة بي أن سبورت الملك الحصري لحقوق بث المباراة، إلا أنه منع من ذلك. لم تكن تلك الحادثتان الوحيدتان منذ أشهر الحصار الثلاث، حيث حاول رياضيون من دول الحصار تعطيل عمل القناة والامتناع عن الإجابة عن أسئلة صحفيها. في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا منع لوجو القناة من الظهور في ملعب المباراة التي جمعت فريقي العين الإماراتي ونظيره الهلال السعودي في واحدة من سلوكيات الحصار ضد شبكة بي أن. لا يساعد اللوجو حسن، أين اللوجو؟ اللوجو والله تسأل الأخوة الإماراتيين، يعني أنا بصراحة مستغرب كل الاستغراب. زج الرياضة في معترك السياسة يدفع إلى التساؤل عن أخلاقيات المحاصرين لقطر وإلى أي حد وصلت. فبعد أن حاولت دول الحصار خداع شعوبها بقناة قرصنة فشلت في تحقيق مراد مطلقيها، وأشعلت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في واحدة من تجليات الإفلاس السياسي لدول الحصار يتم استغلال المنصات الرياضية لتحقيق انتصارات سياسية وهمية. ومن لم يستعظم فرض أحكام السياسة على حج بيت الله الحرام يجد اليوم طريقا أيسر إلى فرض أحكام السياسة على الرياضة.